طب يلا نبدأ. تمام كده واضح؟ ده ميل عنده 24 سنة وجاي بالمالتيبل نوديولز والدبل بورد كوميدونز في الفيس والباسيولز والسيستس بايلاترال وسيميتيكال، وكانت طالعة كمان في الباك. فده اكني كونجلوباتا. بنعرف ازاي ان هو اكني كونجلوباتا؟ اول حاجة بيبقى فيه دبل بورد كوميدونز او مالتيبل بورد كوميدونز، في نوديولز بتبقى تندر ولارج سيتس وبتبقى في يونج ميل وايفنشويت ان سكارينج، دايما بيبقى سكارينج اوف كيلويدال تايب. الاكني كونجلوباتا ممكن يكون اسوشيتد مع اذر فورمز اوف فوليكولار اوكلوجن تتراد. ايه هو الفوليكولار اوكلوجن تتراد؟ اول حاجه فيه الاكني كونجلوباتا، تاني حاجه الديستكتنج سيليولايتس، تالت حاجة الهيدرادينيتس سابيوراتيفا، ورابع حاجة البيلونيدال ساينس. فالأربعة دول بيعملوا الفوليكولار اوكلوجن تتراد. هنا علاج الأكل كونجلوباتا الأورال أيزو 39، أورال أيزو 39 هعالج الأكني كونجلوباتا بالأورال أيزو 39. هنا الجرعة هتبقى هاي دوز 1.5 مللي جرام بير كيج بير داي لمدة 5 لـ6 شهور على الأقل. هنا بقى ما بديش على عكس الأكني فالمينانس أورال ستيرويدز، فهنا هكتفي بالأورال أيزو 39، تبقى دي الأكني كونجلوباتا. تاني كيس، ده ميل عنده 29 سنة، طلعاله اللارج نوديول اللي انتوا شايفينها ديت، والاكنيفورم بابيولز ونوديولز في الفيس. تفتكروا ممكن تكون اكني كونجلوبات؟ ممكن شبه هي شبه الحاله اللي قبلها. ربنا يخليك يا دكتوره ماي، انت اللي منوره الجروب. طيب ايه رايكم في الحاله ديت؟ اكنيفورم نوديولز بابيولز اون ذا فيس وفي كوميدونز، في كوميدونز؟ مفيش كوميدونز في الحاله ديت. طب انا ممكن افكر في ايه؟ هنا الهيستوري بالنسبه لي هيبقى مهم جدا جدا جدا، لان هنا البيشنت ده عنده بهست ديزيز. احنا عارفين البهست ديزيز من ضمن الماينور كرايتيريا بتاعته اكنيفورم نوديولز، اكنيفورم نوديولز، علشان كده الهيستوري مهم جدا. ايه هي الدياجنوستيك كرايتيريا بتاعت البيست ديزيز؟ الميجور كرايتيريون اللي هو واحد بس مع 2 ماينور كرايتيريا. الميجور كرايتيريون اللي بيبقى واحد بس كان موجود في البيشن ده ريكيرنت اورال ulceration، بتبقى اكتر من 3 مرات في السنه. لو لقيت ريكيرنت بينفول اورال ulceration اكتر من 3 مرات في السنه يبقى ده ميجور كرايتيريون. طيب ايه الماينور كرايتيريا؟ الماينور كرايتيريا هم 4، انا 2 منهم بس كفايه للتشخيص، انا عايزه 1 ميجور و2 ماينور. طيب الماينور كرايتيريا ريكيرنت جينيتال ulceration اور سكارينج، وده البيشنت كمان كان عنده الماينور كرايتيريون ديت. تاني حاجه انا هبعته رمض عشان اشوف اذا كان فيه يوفيايتس، فيه ريتينال فاسكولايتس، تمام. تالت حاجة السكن، في الماينور كرايتيريا حاجة السكن، السكن بيكون فيه اكنيفورم نوديولز او سودو فوليكولايتس او بابيلوباستيولار ايربشن او اريثيما نودوزم، تمام. لكن لازم يكون في بوست ادوليسنت ايج، بوست ادوليسنت ايج. البيشنت ده فوق ال 25 سنة يبقى بوست ادوليسنت ايج. رابع حاجة في الماينور كرايتيريا الباثولوجي تيست يكون بوزيتيف. طب ايه الباثولوجي تيست ده؟ بعمله ازاي؟ عشان الكلام ده بيتسأل في الشفوي وفي العملي.
بحقن intradermal injection ل 0.1 مللي of normal saline. بحقنه فين؟ في الفولر اسبكت اوف الفور ارم. بعلم حواليها دايره واقول للبيشنت يجي لي بعد 24 او 48 ساعه اقصى حاجه. لو بوزيتيف رياكشن هيظهر لي باستيول او بابيول عند السايد بتاع الانجكشن، تمام؟ يبقى هو ده البوزيتيف باثولوجي تيست. ده معناه ايه؟ معنى كده ان الديزيز اللي عندي ده نيتروفيليك درماتوزيس. نيتروفيليك درماتوزيس يعني مش اكسكلوزيف للبيهسيت ديزيز، بيحصل مع البيهسيت، ممكن يحصل مع بايوديرما جانجينوزم، اذر نيتروفيليك درماتوزيس، تمام؟ بس وجود باثولوجي تيست بوزيتيف ده وان ماينور كرايتيريا، تمام؟ طيب سؤال بقى كده، ايه السندروم اللي بيبقى فيه اسوشيتد البيهسيت ديزيز مع relapsing polychondritis؟ في سندروم بيبقى فيه associated basic disease مع relapsing polychondritis. طب اسيب لكم فرصة تفكروا واكمل بقى اقول التريتمنت. التريتمنت في حالة زي ديت انا هديله للأورال والجينيتال ألسرز، هدي توبيكال ستيرويدز، هدي ممكن ادي كولشيسين او دابسون. الكولشيسين 0.6 مللي جرام 3 مرات في اليوم، الدابسون 50 ل 150 مللي جرام يوميا. ممكن اعمل كومباينيشن اوف كولشيسين مع الدابسون، تمام؟ لو سيفير اورو جينيتال التريشن ممكن ادي بقى انترميتنت بيدنيزولون وبعدين اسحبه بعد كده. ممكن ادي تيومر نكروزيس فاكتور الفا انهبيتورز، ممكن ادي ثاليدوميد، ميثوتريكسيت. لكن لو سيستميك ديزيز انا هضطر ادي بريدنيزولون بهاي دوز 60 ل 120 مللي جرام في اليوم، وبعدين اسحب بدل ما يبقى كل يوم يبقى alternate days، يبقى يوم بعد يوم. ممكن ادي كل سايتوتوكسيك دراجز في السيستميك ديزيز، ادي انترافينوس امينوجلوبولين وتيومر نكروزيس فاكتور الفا انهبيتورز. طب هنا لما تجيلي حاله زي ديت انا عايزه ابعته ايه؟ هبعته رمض بس؟ لا مش هبعته رمض بس، هبعته رمض وهبعته نيورو وهبعته فاسكولار وهبعته هارت وكمان روماتولوجي. ليه بقى؟ ده الرمض هيشوف لي اذا كان في يوفيتس، في سيلز في الفيتريوس فلويد بالسليت لامب اكزامينيشن، في ريتينال فاسكولايتس بالفندس اكزامينيشن ولا لا. تاني حاجه نيورو هيشوف لي كومبليكيشنز، لان البيهسيت ممكن يعمل كومبليكيشن منينجو انكفالايتس، كرينيال نيرف بولسي. طبعا ده انا مش ببعت كل مريض على حسب ما انا از انديكيتد باي الهيستوري يعني والكلينيكال فيتشرز لو البيشنت بيشتكي من اعراض، تمام؟ هبعته فاسكولار عشان ممكن هو يحصل له سوبرفيشال او ديب فاسكولار ثرومبوزيس. الهارت ممكن يحصل له كروناري ارترايتس او بالمونري ارتري انيوريزم. الروماتولوجي ممكن يحصل له ارثرايتس، تمام كده؟ يبقى انا عندي لو لقيت اكنيفورم نوديولز في بوست ادوليسنت ايج هعمل ايه؟ هشوف البيشنت كويس، هعمل فول اكزامينيشن. والبيشنت بيشنت بتوع البيهسيت بيبقوا المين كومبلينت بتاعهم البينفول اورال اند اور جينيتال التريشنز، تمام؟ فانا هلاقي الاكنيفورم نوديولز ديت هربطها بالديزيز، ان ده وان اوف ذا ماينور كرايتيريا اوف دايجنوزيس للبيهسيت ديزيز، تمام؟ طيب هنا دي في ميل جاي في الباتوك دبل بورد كوميدونز وفي اكنيفورم نوديولز. وفي سكورينج دي هيدرادينايتس بيراتيفا. طبعا هي مش سيفير، مايلد في الاول، انا جايبها لكم علشان اقول لكم ان في هنا الدياجنوستيك كلو هنا هي الدبل بورد كوميدون. احنا عايزين نشخص الحاله وهي لسه فيري ايرلي ومايلد، تمام؟ طيب الهيدرادينايتس ابيوراتيفا بيجي اكتر في الفيميل وبيتحسن مع البريجنانسي. ليه بيتحسن مع البريجنانسي؟ علشان بيقل الابوكراين جلاند سكريشن مع البريجنانسي، تمام؟ ويحصل له اكسسيربيشن بريمينسترال.
الهيدرينيتس ابيوراتيفا. هشخصه دبل بورد كوميدونز تندر سبكوتينيوس نودولز بتعمل بينفول ديب ديرمال ابسيسس، والابسس ديت رابشر وتطلع ساينس تراكس دريننج الباس، تمام، وهت ايفنتويت ان فايبروزس وانجيويشن. طيب سؤال بقى، ايه الدواء اللي ممكن يزود الهيدرادينيتس سابيوراتيفا؟ في دواء بيزود الهيدرادينيتس سابيوراتيفا، ومش بس الهيدرادينيتس سابيوراتيفا كمان الدايرز ديزيز، هو الليثيوم. الليثيوم. طيب سؤال تاني، ايه السندرومز اللي بيبقى فيها الهيدرادينيتس سابيوراتيفا وان انتجرال كومبوننت اوف ذا سندروم؟ يعني ده حاجه اساسيه في السندروم. احنا عارفين البابا سندروم، البابا سندروم ده عباره عن ايه؟ بايوديرما جانجينوزم اكني بايوجينيك اركس. هنا بقى مفيش الهيدرادينيتس سابيوراتيفا، في سندرومين تانيين بيبقى فيهم الهيدرادينيتس سابيوراتيفا، الباش والبباش. الباش والبباش، ايه الباش وايه البباش؟ الباش ده بي ستاند فور بايوديرما جانجينوزم، ايه اكني، اس اتش ده السابيوراتيف هيدرادينيتس. طب البباش كل حاجه بقى، البايوديرما جانجينوزم والاكني والبايوجينيك ارثرايتس والسابيوراتيف هيدرادينيتس. طب ايه الموست سيفير كومبليكيشن للهيدرادينيتس سابيوراتيفا؟ ايه اكتر كومبليكيشن اخاف منه بالذات في السيفير كيسز؟ هو السكويموس سيل كارسينوما. عشان كده وانا بكشف البيشنت كويس لازم اخد بالي، يمكن الاقي ألسر اخد بايوبسي واتاكد انها مش سكويموس سيل كارسينوما، تمام. طيب العلاج هنا هيكون ايه؟ اول حاجه حاجات جنرال، ان احنا بنعمل جود هايجين، افويد تايت فيتنج كلوزز، بنقلل الويت، نعمل ويت ريدكشن، ندي ميتفورمين، نوقف السموكينج، ممكن ندي توبيكال الومنيوم كلورايد، تمام، عشان يأبزورب. تاني نقطة الانتي بايوتكس، الانتي بايوتكس ديت المين ستاي اوف ذا تريتمنت. انا بدي توبيكال كليندامايسين 1% مرتين في اليوم لمدة 3 شهور، او ممكن ادي اورال كليندامايسين مع ريفامبيسين، او ادي تتراسايكلين زي علاج الاكني عادي، تتراسايكلين 500 مرتين في اليوم، او دوكسيسايكلين 100 مرتين في اليوم، او ايفن مينوسايكلين زي الاكني، بس باستثناء الاورال كليندامايسين مع ريفامبيسين، ده مش من علاج الاكني، ده شبه علاج الفوليكولايتس دي كالفينز. ممكن هنا كمان اعمل ستاف اوريس ديكولونايزيشن. يعني ايه ستاف اوريس ديكولونايزيشن؟ يعني البيشنتس دولت بيبقى عندهم الستاف اوريس والبكتيريدز بيبقوا سكندري انفيدرز، سكندري انفيدرز وليس برايمري انفيدر. انا بدي الانترنيزال مبيروسين عشان اعمل ديكولونايزيشن للستاف اوريس كايرز، تمام، بديه مره بدي مرتين في اليوم لمدة 5 ل 10 أيام، ده اللي هو الستاف اوريس ديكولونايزيشن. طيب ممكن ادي دابسون، ممكن ادي ايتينويدز، الايزوتيتينوين بدي بجرعة 0.5 مللي جرام بكيج بدي لمدة 4 ل 6 شهور، ممكن ادي انتي اندروجين تيومر نيكروزيس فاكتور الفا انهيبيتورز. هنا بندي بقى الاداليموماب، الاداليموماب اللي هو الهوميرا ده ب9000 جنيه. انا بديه بجرعه ازاي؟ احنا عارفين جرعه الهيوميرا في السورايسس بتكون ازاي، بتكون في الاول 80 مللي جرام سبكوتينيوس مره واحده، ده اللودنج دوز بتاع السورايسس، وبعديه باسبوعين بدي ال 40 مللي جرام سبكوتينيوس وافضل عليها كل اسبوعين، 40 مللي جرام سبكوتينيوس كل اسبوعين. طب هنا بقى في الهيدرادينايتس سابيوراتيفا نفس الجرعه؟ لا، هي اكبر، الجرعة تقريبا الدبل. انا هنا الجرعة بعمل الاول اندكشن فيز وبعد كده مينتننس ثيرابي. اندكشن ثيرابي بالهيوميرا بدي 160 ملي جرام سبكوتينيوس، وبعد كده بعد اسبوعين انزلهم ل 80 ملي جرام سبكوتينيوس، وبعدين في الاسبوع الرابع ابدا ادي ال 40 ملي جرام سبكوتينيوس كل اسبوع. يعني في السورايسس بدي
80 الاول، وبعد كده انزل لل 40 وافضل عليه اسبوعين. هنا ببدا في الهيدرادينيتس سبيراتيفا، ببدا بال 160 انزل بعد اسبوعين ل 80، وبعدين عند الاسبوع الرابع انزل ل 40 وافضل على 40 بدل كل اسبوعين زي الصدفيه، لا 40 كل اسبوع. تمام، ده اللي هو التيومر نكروزيس فاكتور الفا انهبيتور اللي هو الاداليموماب، هو اقوى من الايتانرسات والانفليكسيمان. في حاجه كمان، انا لو عندي اوتو انفلاماتوري سيندروم زي السندرومين اللي انا قلت لكم عليهم الباش والبباش، انا ممكن ادي انترلوكين 1 ريسبتور انتاجونست اللي هو الايه الاناكينرا. تمام، ده الهيوميرا وده الاناكينرا، بدي 100 مللي جرام سبكوتينيوس ديلي. طيب دي فيميل بيشنت عندها حاجه و30 سنه، جاي لها الاكنيفورم نوديولز وبابيولز وباستيولز في اللور ثيرد اوف ذا فيس. دي سهله جدا، دي بقى الليت اونست اكني. ليت اونست اكني السايت هنا كاركترستيك جدا، وبتبقى فيميل فيميل علشان هنا بيبقى الهرمونال انفلونس هو اللي له المين رول. تمام، بتبقى فيميل بعد سن ال 25، وفي ناس بتقول بعد سن ال 35. بنلاقي فيها تندر ديب سيتد بابيلو نودلز، اهم حاجه السايت هنا في اللور ثيرد اوف ذا فيس وفي الجو لاين، ايفن كمان ممكن النك يكون فيها. وهنا بيحصل بري منسوال فلير للان الهرمونال رول اللي انا قلت لكم عليه. طيب انا لو لقيت اكني في بوست ادولسنت ايج، يبقى احتمال حاجه من اربع حاجات، يا هيبقى ليت اونست اكني زي الحاله ديت وهتبقى في ميل، تاني حاجه هيبقى نتيجه للسموكينج، تالت حاجه ممكن يكون بهث الديزيز. تمام، وده هيكون سهل بالنسبه لي ان انا اشخصه لان البيشنت اصلا هيكون جاي لي بريكرنت اوروجينيتال الستريشنز. واخيرا النقطه المهمه جدا اللي قلتها لكم وبدات بيها المره اللي فاتت، ان انا لازم اكسكلود الفليكولوتروبيك ام اف اني acne in both adolescent age especially لو old age و especially لو markedly itchy لازم exclude the folliculotropic MF. تمام، طيب ده طفل لسه في ايامه الاولى وطالع له ال bilateral و symmetricals white comedons في الفيس. تمام، يبقى ده ايه؟ ده سهل، ده neonatal acne. بس انا عايز اقولها لكم هنا ان هم بداوا يسموا المرض ده تسميه اخرى، بداوا يسموه نيونيتال كيفاليك باستيولوزيس، نيونيتال كيفاليك باستيولوزيس. تمام، ليه بقى؟ لان لقوا ان سببه كولونيا بالملاسيزيا ييست، الملاسيزيا فيرفر وسيمبودياليس، ولقوا ان هو بيتحسن كمان بالتوبيكال ازول، بالتوبيكال انتي فانجل، بالذات ال 2% كيتوكونازول، فرجعوا سموه تاني نيونيتال كيفاليك باستيولوزيس. ما بيحصلش فيه سكارينج، ما بيزودش الانسيدنس اوف اكني ان اولد ايج، عشان كده ممكن الام تسالك تقول لك طب هو بقى هيطلع له اكني لما في الادلت ايه في الادوليسنت ايج لما يكبر؟ لا مش شرط. تمام، هتقول لها كده. طيب وبيخف باي ذا ايج اوف 6 مانث، تبقى ديت النيونيتال كيفاليك باستيولوزيس. طيب ايه رايكم في الحاله ديت؟ ريد بابيولز وباستيولز طلع سادن اونست، سادن اونست على الترانك والارمز، تند تو سبير ذا فيس، ما فيهاش كوميدونز اهي، وشايفينها مونومورفيك على عكس الاكني بيبقى بوليمورفيك، هنا مونومورفيك انفلاماتوري بابيولز وباستيولز، يبقى ده اكني فورم ايربشن. طيب انا هنا بقى هسال البيشنت، انت بتاخد استيرويد ولا لا؟ توبيكال او سيستيميك او انهيلد، حتى الانهيلد ممكن يعمل ده، ايفن في ميلز بياخدوا انابوليك استيرويدز اللي هي الريجوفينيشن هرمونز. تمام، ممكن ده كمان يعمل دراج انديوزد اكني، في كمان فيتامينز ممكن تعمل ستيرويد تعمل دراج انديوزد اكني، فده ستيرويد انديوزد اكني
ايه اللي بيعمله الستيرويد؟ بيعمل اوبستراكشن للبايلوسيبيشيس فوليكلز، فيعمل انفليمد بابيولز وباسيولز ويز نو او حتى رير او رير كوميدونز، وبتبقى مونومورفيك. اهم حاجه سادن ايربشن، وبيبقى فيه هيستوري للدراج. هنا مش هيخف الا لما اوقف الدراج واديله توبيكال تريتمنت، ممكن ادي بنزويل بيروكسايد، ممكن ادي سيستميك انتي بايوتكس. اهي الانفليمد باستيولز. يبقى ده ستيرويد انديوسد اكني. طيب دي شبه الحاله اللي قبلها، اتمنى بس الصوره تكون واضحه ليكو، شبه اللي قبلها بالظبط. بس هنا بقى في نقطه، الانفلاماتوري بابيولز ديت اوكي طلع في الترونك، في ميل، في طلع على الترونك والنك، هنا كانت بيريوتك، كانت سيفيرلي بيريوتك. مش هنشخص المرض ده غير لو خدنا بايوبسي، غير بالبايوبسي هنلاقي فيه ايزينوفيل وذين الفوليكلز، ايزينوفيل وذين الفوليكلز. سألنا على الهيستوري، مفيش ستيرويد في اي دراج من الدراجز اللي بتعمل اكني. ناخد بايوبسي، دي حاله من على النت، الحاله ديت من على النت. خدنا بايوبسي لقينا فيه، هم خدوا بايوبسي لقوا فيه ايزينوفيلز وذين الفوليكلز، تمام؟ يبقى ده ايزينوفيليك فوليكولايتس، ايزينوفيليك فوليكولايتس may be associated مع ايزينوفيليا في البلاد. طيب هنا بقى النقطة التانية، غير البايوبسي لازم اعمل اتش اي في تيستينج، عشان في نوع من انواع الايزينوفيليك فوليكولايتس بتبقى ايدز associated. طب ايه انواع الايزينوفيليك فوليكولايتس؟ ثلاث انواع. اول نوع ايزينوفيليك باستيولار فوليكولايتس اوف اوفوجي، تاني نوع ايزينوفيليك باستيولار فوليكولايتس ان انفانسي، ثالث نوع AIDS associated eosinophilic vascular folliculitis. انا هعمل HIV testing، لو طلع بوزيتيف يبقى ال HIV associated eosinophilic folliculitis. طب العلاج الحاله ديت لو من غير HIV، ممكن ادي دابسون، ممكن ادي ستيرويد سواء سيستميك او طبيعي، ممكن اعمل الترا فايلوت بي. طب لو AIDS، ال AIDS هنا هدي هايلي اكتيف انتي ريتروفايرال ثيرابي، تمام؟ وغالبا السي دي 4 كاونتس في الناس دولت بيبقوا اقل من 300 بير ملي. طيب يبقى ده ايزينوفيليك فوليكولايتس، مش سهل ان انا اشخصه كلينيكال. هاخد هيستوري الاول، مفيش دراجز خلاص، هاخد بايوبسي طلعت فضلت الليجن بيرزيستنت بالرغم من الثيرابي اللي انا بديه للبيشنت، هديله بقى ايه؟ هعمل بايوبسي لقيت ايزينوفيل، يبقى انا كده قدامي تشخيص ايزينوفيليك باستيولار فوليكولايتس. هعمل HIV testing علشان اتاكد ان هو مش ال HIV associated eosinophilic folliculitis. طيب دي بقى صوره برضو من على النت، في follicular erythematous scaly babules، يبقى ايه دي؟ عليها scales، عارفين scales شبه ايه؟ شبه psoriasis. ايوه هي ال follicular psoriasis. هنا انا هعرف ازاي انها follicular psoriasis؟ سهل جدا انها تتعرف لو البيشنت مش معاه التيبيكال بليكس اوف سورايسس او في نيل سورايسس او خلافه، هي سهله انها تتشخص كده، هي زي الجاتيت بالظبط، زي الجاتيت سورايسس بس موجوده على الفوليكلز. الاوسبت ساين هنا هيبقى بوزيتيف. طيب دي فوليكولار، برضه انا عايزه اقول لكم ان البتريزيس البا ممكن تيجي شكلها فوليكولار، هي الالبا بالظبط ليجن اللي هي بتبقى هايبو بيجمنتد باتش واكتر على السونيك بوز بالذات الفيس، بس اراوند ات فيه هتلاقوا هنا فوليكولار بابيولز، فدي فوليكولار بتريزيس البا، هتعالجوها عادي جدا زي البتريزيس البا. طيب ده اولد ايجد ميل وبيشتغل تحت الشمس في الارض وجايب الليجنز ديت، ايه بقى الليجن اوصفها لكم؟ هي الكالر اللي تحت ده يلوش تنش وفي ديب فاروز ورينكلز، الاثنين دولت يلوش تنش وديب فاروز او رينكلز، دولت كوريسبوند كلينيكالي لايه؟ للسولار الاستوزيس، تمام؟ طيب معاه ايه تاني؟ معاه الكوميدونز ديت ومعاه شوية بابيولز صغيرة هنا، يبقى ده ايه؟
ده سندروم بيبقى متكون من سولار الاستوزيس، تاني حاجة مالتيبل كوميدونز، تالت حاجة يلوش بابيولز ونوديولز. السندروم ده بيجي في الناس الاولد ايج السان اكسبوزد، بيبقى فورم اوف فوتو ايجينج، وبيبقى السايت بتاعه كاركترستيك سبيشيالي بيري اوربيتال حوالين الاي لاترال للاي. هنا طبعا جايه في الفور هيد بس هي اكتر فوق لاترال للاي. تمام، يبقى السندروم ده فافراكوشو سندروم. ايه الفافراكوشو سندروم ده؟ هو الثلاث حاجات سولار الاستوزيس، مالتيبل كوميدونز، فوليكولار بابيولز ونوديولز، وايفن سيست كمان. كان في حاله جايه في ميل اولد ايج وجايه بمالتيبل لارج نوديولز وسيتس حوالين الاي، فطلعت في الاخر فعلا فافراكوشو سندروم. هعالجه ازاي؟ لو مايلد ممكن اعمل كوميدو اكستراكشن، هدي توبيكال ريتينويد، وايفن لو سيفير هدي بقى سيستميك ريتينويد. خلاص. طيب في فاريانت من الفافراكوشو سندروم ده اسمه اكتينيك كوميدونال بليك. اكتينيك كوميدونال بليك ده بيجي في الاكستريميتيز، بدل ما يجي في الفيس ممكن يجي في السان اكسبوزد ارياز اوف ذا اكستريميتيز. تمام. الاسم التاني للفافراكوشو سندروم له اسم تاني، من اسمه هنعرف بالظبط نشخص المرض او نقول ايه الكلينيكال فيتشرز اللي في المرض. نودولار الاستوزيس والسيس اند كوميدونز. نودولار يعني في نودولز، الاستوزيس في سولار الاستوزيس، والسيس اند كوميدونز في سيس وفي كوميدونز. فالاسم ده ممكن تحفظوه، هيخليكم تحفظوا بسهوله جدا الكلينيكال بيكتشر. طيب ده يونج ميل وعنده انفلاماتوري بابيولز وباستيولز في النيب اوف ذا نيك، دي سهله. السايت ده كاركترستيك للاكني كولويدالس نيوكي. اكني كولويدالس نيوكي ده بيبقى عباره عن ديبلايتس، بتطلع انفلاماتوري بابيولز وباستيولز، وتهيل بايه؟ وتهيل بهايبرتروفيك سكارينج او كولويدال تايب سكارينج، وبتيجي في الميل بعد البيوبرتي. علاجها ايه؟ ممكن ادي تيتينوين مع كورتيكوسترويد، هدي سيستميك انتي بايوتيك لو هي انفليمد، هدي ممكن ادي ايفن اورال ايزوتوتينوين. هنا في السمول بابيولز ممكن اعمل ليزر هير ريموفال، في اللارج بليكس ممكن اشيل بقى الليجن اعمل لها اكسيشن او اعمل ليزر او اعمل كرايوكوتري. ممكن كمان من ضمن الاوبشنز اللي عندي ادي انتراليجنال كورتيكوسترويدز. يبقى دي اكني كولويداليز نيوكي. لو الصوره مش واضحه ممكن ترجعوا لها بعد ما اخلص، انا منزلاها في PDF لو حابين ترجعوا ليها، يعني مفيش اي مشكله خالص. طيب دي فيميل عندها في الثاي هايبر بيجمنتد ماكيولز، هي ماكيول مش بابيول، ماكيول. طيب ده في الليكولار بتريزيس فيرتيكولر. انا عايز اعرفكم بس ان في انتيتي وفي سب تايب من البتريزيس فيرتيكولر اسمه الفوليكولار بتريزيس فيرتيكولر. طب ايه البتريزيس فيرتيكولر ديت؟ ده ييست ولا درماتوفايت؟ ييست ولا درماتوفايت؟ ده سببه ملاسيزيا فيرفر ييست. يبقى انا عندي هنا ناس بتسميه تينيا فيرتيكولر، انا شايفه الاسم ده غلط، لان تينيا معنى كده ان الانفكشن اللي عندي ده درماتوفيتك، لكن العكس انا عندي هنا الانفكشن ده ييست. فبلاش نقول عليها تينيا او تي في سي، يا ريت نقول عليها بي في سي او بتريزيس فيسيكولر. بتريزيس اصلا يعني ايه؟ يعني فاين برين سكيل. يعني الليجن هنا بتبقى عندي ايه؟ بتبقى عباره عن ماكيولز، الماكيولز ديت عليها فاين، مش هتبان الا لما اشد الجلد كده. تمام. ايه انواع البتريزيس فيسيكولر؟ سموها ليه فيسيكولر متعدده الاشكال؟ لانها ممكن تيجي هايبو بيجمنتد، هايبر بيجمنتد، ايريثيماتوس، ايفن كمان في نوع ممكن يجي هايبو هايبر بيجمنتد، يعني الاثنين مع بعض هايبو بيجمنتد وهايبر بيجمنتد. وفي الفوليكولر اللي هو الحاله ديت، وفي سيرسينت واكرال واتروفيك كمان في حالات تانية. سيرسينت انيولار يعني، واكرال في الاطراف، واحنا شايفين ان ده السايد بتاع البتريزيس فيرتيكولر. دي الانواع الاتيبيكال بقى. طب ايه التيبيكال؟ التيبيكال سايتس بتاعت البتريزيس فيرتيكولر في النك وفي الابر ترانك وفي البروكسيمال اكستريميتيز. تمام.
ريرلي جدا في نوع من البتريز فيرتيكالر بيجي انفيرس تايب. انفيرس تايب يعني فين؟ يعني في الاكزيلا وفي الجروين. طيب انا لما اشوف حاله زي كده وهشك فيها، ابسط حاجه هجيب الوضع ابص بيه، هلاقي الوش طيب ممكن اعمل وش اوف ذا السكيلز، هلاقي شورت سودو هايفي وبادنج سيلز، بادنج سيلز بتاعت الايد هي بيسموها سباجيتي اند ميت بول. سباجيتي ده اللي هو السودو هايفي، والميت بولز اللي هي البادنج سيلز. طب هنا العلاج ايه؟ ادي سيستميك انتي فانجل مع توبيكال انتي فانجل. هتدي ايه سيستميك انتي فانجل؟ ممكن تدي يا فلوكونازول او اتراكونازول. هتدي الفلوكونازول 300 مللي جرام يعني كبسولتين، الكبسوله 150، هتدي كبسولتين يعني 300 كل اسبوعين. او هتدي الاتراكونازول 200 مللي جرام يعني كبسولتين، لان الاتراكونازول ده 100 مللي جرام، كبسوله 100 مللي جرام، فهتدي 200 يعني كبسولتين من الاتراكونازول كل يوم لمده 7 ايام. تمام، ده سيستميك. طب انت هتدي تربنافين او جيزي فالفين؟ لا مش افكتيف، لان التربنافين والجيزي فالفين بيشتغلوا على الدرماتوفايت، ما بيشتغلوش على اليست. خلاص. طيب ايه التوبيكال اللي ممكن تديه؟ اي ازول انتي فانجل. السيرتاكونازول 2% اللي هو زي الديرموفيكس سبراي. تمام. طيب لو الحاله ديت متكرره ريكيرنت، تدي مونثلي دوز اوف فلوكونازول اثناء شهور الصيف او لمده 6 شهور بتوع الصيف عشان تمنع الريكيرنس بتاعها. هتدي كام جرعه؟ هتدي برضو كبسولتين فلوكونازول يعني 300 مللي جرام مره كل شهر لمده 6 شهور. طب التوبيكال تربنافين هنا في حاله زي ديت هيكون افكتيف؟ اه بيقولوا افكتيف، بس بصراحه بلاش نبعد عنه، ويا ريت ندي في معظم الاحوال ندي السيستميك انتي فانجل. تمام. طيب ده الفوليكولار بتريز فيرتيكولار. ده راجل كبير في السن وقاله البري فوليكولار بابيولز ونوديولز ديت، ويعني لها كده اكتف بولر، تحس انها distributed in annular distribution، لها annular distribution. هي دي حاجة اسمها ماجوكي جرانيلوما. الماجوكي جرانيلوما ده type of fungal infection بيبقى سببه الدرماتوفايت، غالبا الترايكوفايتون روبرام. كلنا فاكرين ان هو بيجي بس في الفيميلز اللي بعد ما بتشيف الليج، لكن الكلام ده غلط، ممكن يجي عادي في ميل فيميل. ده نوع من انواع الدرماتوفيتيك فوليكولايتس. تمام. هنا انت لو شكيت في حاله زي ديت اعمل كي او اتش سكرابينجز، كي او اتش سكرابينجز. تاني نقطه، ممكن تعمل ثيرابيوتيك تيست ويز انتي فانجل. هندي ايه؟ هندي التربنافين لمده اسبوعين 3 اسابيع، وفي ساعات حالات بتطول. ممكن تدي جيزيوفالفين لمده شهر لشهر ونص. ممكن كمان تدي الاتراكونازول. عارفين جرعة الإتراكونازول هنا هتبقى عاملة زي جرعة الإتراكونازول فين؟ زي جرعته في الأونيكومايكوزيس اللي هو البالس ثيرابي، بتدي 400 يوميا لمدة أسبوع من كل شهر لمدة شهرين، لمدة شهرين. تمام؟ الحالة ديت اللي ساعدنا في إن احنا نشخصها إن هو كمان كان عنده تينيا أنجوام، كان عنده أونيكومايكوزيس في النيل. يعني الحالات دي ممكن تلاقي السورس أوف فانجل إنفكشن موجود عنده تينيا انجوام، او تلاقي تينيا بيدز، وممكن ما تلاقيش. بس الشكل ده بتاع الماجوكي جرانيلوما، اللي هو ايه الشكل ده؟ بي فوليكولار بابيولز ونوديولز، ولها اكتف بوردر، وسيمز تو بي انيلر. تمام. يبقى ديت الماجوكي جرانيلوما. ليه ما قلتش تينيا سيستينات عاديه؟ لا، هنا علشان في نوديول. النوديول ديت هتحسوها اكتر لو كان البيشنت قصادكم وكشفتوا عليه بنفسكم. تمام. يبقى دي الماجوكي جرانيلوما. طيب ده طفل عنده الليجنز ديت سينس بيرث، الليجنز ديت سينس بيرث، تحسوا انها بيتت كده، هي نفس الديزيز ده برضه. اهو ادلت ميل عنده برضه كوميدولايك ليجنز في الفيس،
طيب ده النيفاس كوميدونيكاس، بيطلع عند يونج ايج، على فكره مش شرط عند البيرث، مش شرط عند البيرث، ممكن بيوند اقل من 10 سنين يبدا يطلع له. وبتبقى عباره عن كلوزلي سيت كوميدو لايك، كلوزلي سيت يعني متجمعه مع بعض كده، وبتبقى يونيلاترال، وبتبقى لا اما الليجن كده كلوزلي سيت ويزن اباتش، او تلاقوها ان لينير ديستريبيوشن ماشيه along a line in the extremities. تمام، فده نيفاس كوميدونيكاس. بس مش شرط، هما في حالات كمان ريبورتد انها مالتيبل بايلاترال لينير ليجنز، يعني مش شرط تكون يونيلاترال. ولو ان لو بايلاترال لينير ليجن ده هيبقى very 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 rare، وساعتها هتضطر تدور على skeletal و ocular manifestations عشان اكسكلود النيفاس كوميدونيكاس سيندروم. هو في حاجه اسمها نيفاس كوميدونيكاس سيندروم؟ اه، زي بالظبط ايبيديرمال نيفاس سيندروم، زي ما اقول لكم ان في حاجه اسمها نيفاس سيندروم. هو عباره عن النيفاس عادي، بس النيفاس بيبقى غالبا سيستماتايز، بيبقى بايلاترال وجنرالايز، بلس ان لازم اكسكلود ساعتها السكيليتال والاوكيولار مانيفستيشن، عشان كده احنا هنعتبره ساعتها من نيوروكوتينيا سيندرومز لو معاه اوكيولار ونيورولوجيكال وسكيليتال، اوكيولار ونيورولوجيكال وسكيليتال مانيفستيشن. طبعا ده مش الوضع عندي انا هنا، ده يونيلاترال ولوكالايز سنجل ليجن عباره عن كلوزلي سيت كوميدو لايك بابيولز وذين ادرماتوم، يبقى نيفاس كوميدونيكوس. ممكن يبقى موجود على الفيس او ترانك او الاكستريميتيز، even ممكن البالمز والسولز والجلانس بينس يكون عليهم نيفاس كوميدونيكاس. طب ازاي ده الارياز ديت اصلا ديفايد اوف فوليكلز، ازاي هيطلع فيها نيفاس كوميدونيكاس؟ ما النيفاس ديت يعني هامرتوما، ممكن تطلع اكتوبك ويزن اني سايت. تمام، طيب الحته المهمه بقى اللي انا عايزه اعرفها لكم، ان هنا بيبقى فيه موزايك ميوتيشن ان جين اسمه، واحفظوه، فايبروبلاست جروس فاكتور 2، فايبروبلاست جروس فاكتور ريسبتور 2، فايبروبلاست جروث فاكتور ريسبتور 2. ليه بقول لكم الحته دي الموزايك ميوتيشن؟ موزايك ميوتيشن يعني الميوتيشن within a line within a dermatome، عشان كده عملت النيفاس في مكان واحد بس. طب لو حصل اوتوزومال دوميننت ميوتيشن ان نفس الجين، نفس الجين الفايبروبلاست جروث فاكتور ريسبتور 2، هيكون لي سندروم اسمه، اقول لكم السندروم فيه ايه وحاولوا تتفاعلوا معايا وتقولوا لي ايه السندروم ده. اول حاجه بيكون فيه في السكن، على مستوى السكن اكنيفورم بابيولز، وبتكون ديفيوز، ديفيوز ممكن تبقى بيوند الفيس كمان. تمام، اكنيفورم نوديولز في الفيس ومارك السوبريه في الفيس، وبيكون فيه سندكتلي، سندكتلي يعني فيوجن ما بين الفينجر بتاعت الهاندز والفيت، والسكال بيكون فيها حاجه اسمها كينيو سينستوزيس. يعني ايه كينيو سينستوزيس؟ يعني السوتشرز بتاعت السكالب تقفل بدري، زي ما بقول لكم كده بريماتيور كلوجر اوف ذا ابيفيسز اوف اللونج بونز. لا، كينيو سينستوزيس يعني بريماتيور كلوجر اوف السوتشرز اوف السكال. فتعمل لي ايه؟ هتعمل لي الفلات فور هيد اللي انتوا شايفينها ديت، وهتعمل لي ميد فيشيال هايبوبليزيا، وتعمل بروبتوزس العين جاهزه لقدام، وتعمل بايرد بيك نوز، وتعمل بروجناسيزم الشن برضو برومينانت لقدام. تمام، ده سندروم يعني في سكين مانيفستيشنز بلس سكيليتال مانيفستيشنز، وفي سبيسيفيك فيشز، specific facies يعني تشوف وشه وتعرف ان ده هو ده الابرت سيندروم. السيندروم ده اسمه ايه؟ ابرت سيندروم، ابرت سيندروم. ابرت ده كان عالم فرنسي وصف الحاله ديت واتسمت على اسمه ابرت سيندروم. ليه قلت لكم الحاله ديت؟ لان هنا في اوتوزومال دوميننت ميوتيشن في الفايبروبلاست جروث فاكتور ريسبتور 2، الموزايك ميوتيشن في نفس الجين بيعمل النيفاس كوميدونيكا. طب انا هعالج حاله زي ديت ازاي؟ الاكنيفورم بابيولز والاكني ديت ما بتخفش خالص مع التوبيكال ثيرابي، مع التوبيكال انتي اكني ثيرابي، بس ميزتها انها فعلا بتتحسن مع الايزوتيتينوين، بتتحسن كويس مع الايزوتيتينوين.
تمام، يبقى ده الابرت سيندروم. دي فيميل وادوليسنت جاي لها الفوليكولر بابيولز في الاكزيلا طالعه الناحيتين وفي في في اتشي في اتشي، يبقى ايه؟ دي حاله سهله، اتشي فوليكولر بابيولز في الاكزيلا في فيميل بعد البيوبرتي، يبقى ايه؟ يبقى ده الفوكس فور دايز ديزيز. فوكس فور دايز ديزيز، فوكس فور دايز ديزيز بيجي في الفيميل بعد البيوبرتي وبيتحسن مع البريجنانسي ومع الاورال كونتراسبتيف بيلز. ليه؟ علشان ده اصلا ابوكراين ملياريا. يعني ايه ابوكراين ملياريا؟ يعني بيحصل هرمونال ديستربنس بعد البيوبرتي ويعمل كرياتوتيك بلوج في الابوكراين داكت، هيقوم يتجمع الابوكراين سكريشن تحت البلوج لغايه ما تفرقع الداكت، لغايه ما الابوكراين داكت ترابشر. بعد ما هترابشر هتعمل الليجنز ديت، عشان كده سموها ابوكراين ملياريا. ليه سموها ابوكراين ملياريا؟ عارفين الملياريا العاديه بتاعت الاكراين سويت سويت جلاندز بيكون فيها ماسيريشن للسويت داكت وريتنشن للسويت سكريشن ورابشر بيعمل سويت ليكج في السكان، هو اللي بيعمل لي الملياريا. هنا نفس الميكانيزم بس بنتكلم على الابوكراين جلاند والابوكراين داكت، يبقى ده اسمه ابوكراين ملياريا الفوكس فور دايز ديزيز. تمام، ايه الاذر سايتس اللي ممكن يطلع فيها غير الاكزيلا؟ ممكن يطلع في الاكزيلا، ممكن يطلع في الاريلا، ممكن يطلع في الانوجينيتال ريجون، في الانوجينيتال ريجون. طيب في هنا سؤال، احنا عندنا ثلاث انواع من السويت جلاندز، اكراين وابوكراين وتالت نوع ايه؟ ابو اكراين. اعرف الحته دي مهمه جدا، تالت نوع الابو اكراين. الاكراين جلاند لو حصل فيها سويت ريتنشن هتعمل ايه؟ ملياريا. الابوكراين جلاند لو حصل فيها سويت ريتنشن هتعمل الفوليكولار زي ده، فوليكولار فوكس فور دايز ديزيز. طب الابو اكراين لو حصل فيها ريتنشن هتعمل ايه؟ هتعمل نون فوليكولار، نون فوليكولار فوكس فور دايز ديزيز. تمام، الليجنز هنا كلها فوليكولار، فهنا ده معناه ان هنا ابوكراين ملياريا، ابوكراين داكت اوبستراكشن. طيب ايه سويت ريتنشن ديس اوردرز في الجلديه؟ احنا قلنا الملياريا، الابوكراين ملياريا سواء فوكس فور دايز او فوليكولار ولا نون فوليكولار. تالت حاجة جروفرز ديزيز، جروفرز ديزيز. طب علاج حالة زي ديت ايه؟ very difficult، صعب جدا ان احنا نعالج حالة زي ديت. الفيرست لاين عندي هدي توبيكال، ايفن ممكن انتراليجينال كورتيكوستيرويد، ممكن ادي توبيكال تريتينوين وبيميكروليماس او تاكروليماس. الايزوتريتينوين افكتيف لكن مشكلته ان هو بوقفه على طول بيرجع بعد 3 شهور. هدي الايزوتريتينوين بجرعة 15 ل 30 مللي جرام في اليوم. ممكن ادي اورال كونتراسبتيف بيلز، ممكن اشيلها بفيريس موداليتيز، ديرما بريجن، سيرجيكال اكسيشن، بس ده ممكن يعمل لي ريسك اوف سكارنج في مكان زي ده، يبقى ده الفوكس فور دايز ديزيز. طيب دي عباره عن بورسلين مايت اتروفيك باتشز موجوده اهي انتر ماماي وعلى البريست وموجوده كمان في الابر ابدومين. لو قربته شوية هيبان الفوليكولار بلوجينج، الفوليكولار بلوجينج، فوليكولار بلوجينج باين جدا في الحالة ديت. يبقى ده ايه؟ هي شبه المورفيا اهي، اللي بيبقى شبه المورفيا ومعاه فوليكولار بلوجينج يبقى اللايكن سكليروزس اي اتروفيكس، ده الاكسترا جينيتال لايكن سكليروزس اي اتروفيكس. الحالة ديت كان اسوشيتد معاها مورفيا فعلا، كان اسوشيتد معاها مورفيا فعلا. عرفنا ازاي؟ لما خدنا البايوبسي بين لي حاجات بتاعه اللايكن سكليروزس اي اتروفيكس وبين لي الحاجات بتاعه المورفيا. طب ايه الحاجات بتاعه ديت وايه الحاجات بتاعه ديت؟ في اللايكن سكليروزس اي اتروفيكس بيبقى فيه هايبر كرياتوزيس ومعاه فوليكولار بلوجينج،
مهمة جدا في الليكولار بلوجينج في اللايكن سكليروزس، لكن في المورفيا لا يمكن تلاقي في الليكولار بلوجينج. تاني نقطة، هنا في اللايكن سكليروزس بيبقى فيه سكليروزس، مش ده اسمه لايكن سكليروزس، يبقى فيه سكليروزس يعني هوموجينايزيشن اوف كولاجين في الابر ديرمس. في المورفيا بيبقى في الابر وينزل داون تو ذا ريتيكولار ديرمس. ده غير طبعا ان هنلاقي انفلتريت ليمفوسيستيك انفلتريت، وفي اتروفي في الابيديرمس وهيدروبيك ديجنريشن اوف بيزال سيل لاير. طيب هقول لكم الاخر بقى، الحاله ديت لقينا فيها الفوليكولار بلوجينج مع سكليروزس في الابر واللور ديرمس. الاثنين دولت معنى كده ان في لايكن سكليروزس اللي هي الفوليكولار بلوجينج معاها مورفي عشان في سكليروزس كمان في الديب ديرمس. تمام. طيب علاج حاله زي ديت ايه؟ الاول انا بعمل كليرانس للليجنز، الاول بالسيميليت كليرانس بتاعها لمده شهر ونص لثلاث شهور، بدي علاج شهر ونص لثلاث شهور، بعد كده هدي مينتنانس ثيرابي، مينتنانس ثيرابي بعد شهر ونص لثلاث شهور. طيب بدي ايه؟ بدي الترا بوتنت كورتيكوستيرويدز. الترا بوتنت دي الحاله ديت مسموح لي ان انا ادي فيها فروم داي 1 الترا بوتنت ستيرويد. زي ايه؟ زي كلوبيتازول ديبروبيونيت، تمام، مرتين في اليوم. ممكن ادي فيها بيميكروليماس او تاكروليماس، ممكن ادي فيها فيتامين اي ودي انالوج. زي ايه دي انالوج؟ زي كالسيبوترايول. طيب لو الحاله شديده شويه ممكن ادي اسيتاتين، ممكن ادي حاجه اسمها بارا امينو بنزيت، ممكن كمان ادي انتي ملايال، ممكن اعمل فوتو ثيرابي بالالترا فايلوت اي والبوفا. طيب المينتنس بقى بعد 3 شهور الحاله عندي استقرت وتحسنت، هدي ايه؟ هدي كلاس 7 كورتيكوستيرويد، اضعف كورتيكوستيرويد موجود توبيكال، هدي مرتين، هدي مرتين في اليوم، وهدي مرتين في الاسبوع الترا بوتنت كورتيكوستيرويد اللي هو الويك اند ثيرابي، اللي هو بدي خميس وجمعه هاي بوتنت كورتيكوستيرويد مرتين في الاسبوع. تمام. وممكن ادي كمان توايس ويكلي تاكروليماس. طيب دي بيشنت كان عندها حاجة وخمسين سنة وجاية بالفوليكولار بابيولز. هنا بقى نقطتين مهمة اهي باينة قدامكم كلكم، فوليكولار كيراتوتيك بابيولز. ايه النقطتين المهمين؟ سيفير اتشنج وسادن ايربشن، سيفير اتشنج وسادن ايربشن. تمام. وكل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله، جات لنا بعدها باسبوعين كان اكتر من الزياره الاولانيه، وطلع في الفيس واكستنسيف ايفن فين كمان في التشست، very very itchy very itchy. طيب ايه دي بقى؟ دي سهله ديت، دي نفس البيشنت نوديول والسنترال كرياتين فيلد كراتر، نوديول والسنترال كرياتين فيلد كراتر. دي تيبيكال اوف سوليتري كرياتو اكانسوما، يعني البيشنت دي لو جايه بالليجن ده بس هنعرف نقول عليه سوليتري كرياتو اكانسوما. طيب لو بصيتوا على الليجنز دي كلها كلها سمول كرياتو اكانسوما، لكن الكرياتوتيك بلاد مش واضح قوي فيها. طيب ايه ده بقى؟ ايه الديزيز ده؟ ومعايا كمان ميوكاس وايت بليكس. ايه الديزيز اللي ممكن يطلع لي ب اتشي اوبشن اوف اتشي فوليكولار كرياتوتيك بابيولز وماركدلي اتشي، وكمان ممكن يكون معاه ميوكاس باتشز. ده سب تايب من الكرياتو اكانسوما اسمه جنرالايزد ايرابتيف كرياتو اكانسوما اوف جيزيبوسكي. ده النوع الوحيد اللي بيكون في الكرياتو اكانسوما بيكون فوليكولار، وده النوع الوحيد كمان من الكرياتو اكانسوما اللي بيكون اتشي. احنا كلنا عارفين ان الكرياتو اكانسوما از اسيمتوماتيك تيومر ما عدا في حالتين بس. اول حاله هي دي جيكا
بتبقى اتشي. تاني حاجة الساب انجوال كرياتو اكنسوما بتبقى بينفول بينفول. تمام. طيب عشان نسهل الموضوع في بيبر جميلة جدا دكتور احمد نوفل كان منزلها، عاملين دايجنوستيك كرايتيريا لجيكا. الكونستان فيتشرز ديت لازم تبقى موجوده كلها عندي علشان اشخص الحاله ديت. الكلينيكال كله ماشي مع الحاله، الهيستوري شورت هيستوري، البيشنت دي كان طلع لها الليجنز ديت من 10 ايام لما جت لنا اول مره، وسالناها على فاميلي هيستوري ما كانش فيه اي حد عنده في الفاميلي ممبرز ما عندوش الليجنز ديت ولا اي هيستوري من الديزيز ده. طيب انا ليه بسال على الفاميلي هيستوري؟ عشان في نوع اسمه مالتيبل سيلف هيلينج ابيثيليوما او مالتيبل سيلف هيلينج كرياتو اكانسوما بيبقى فيه بوزيتيف فاميلي هيستوري. تاني نقطه ان هو بيجي في الادلت في سن كبير. تالت نقطه بيبقى انتراكتبل اتشنج، احنا ادينا لها توبيكال ستيرويدز وريتينويدز مفيش اي فايده خالص، ما بتخفش الاتشنج ما بيخفش، وجنرالايز ايربشن زي ما وريتكم انها هاندردز مئات الفوليكولار بابيولز ميبي ويز كرياتوتيك سنترز زي ما هوريكم دلوقتي في بعض الليجنز لها كرياتوتيك سنتر زي ديت زي ديت. تمام. واحيانا احيانا بس مش اساسي للتشخيص يعني ان انتوا تلاقوا سوليتري تيبيكال كرياتو اكنسوما. تمام. هي مش سوليتري، هي ريمينيسنت اوف سوليتري كرياتو اكنسوما. وان الكورس بيبقى بروجريسيف. الهيستوباثولوجي زي السوليتري كرياتو اكنسوما بالظبط، سنترال كرياتين فيلد كراتر، سنترال كرياتين فيلد كراتر. يبقى ديت جيكا. العلاج بتاعها بيبقى صعب جدا. انا هعمل في الحاله ديت ايه؟ هشيلها اعمل لها سيرجري؟ لا طبعا، العدد الكبير ده انلوجيك ان انا اشيله سيرجري. هعمل له كرايوكوتاي، هدي له توبيكال برضه ما بيتحسنش. طيب هنعمل ايه؟ ممكن سيستميك ريتينويدز، السايكلوفوسفاميد كان ريبورتد ان هو افكتيف، ممكن ميثوتريكسيت، ممكن اذر ميثوتريكسيت، ممكن اذر اميونو سبريسيفز. الحاله دي كانت يعني في مفاجاه انها خفت لوحدها من غير اي ثيرابي. طيب دي حاله من على النت، الحاله اللي كنت اللي ببقى كاتبه لكم التشخيص بتاعها ده بيبقى على النت البي دي اف. تمام. الديزيز ده اللي هو الفاميليال ديسكرياتوريك كوميدونز في ثلاثة مين كرايتيريا هتشخص بيهم، ثلاثة من اسم الديزيز نفسه، فاميليال ديسكرياتوريك كوميدونز. فاميليال يعني لازم هتلاقي فاميلي هيستوري، هتسأل على فاميلي هيستوري هتلاقي فيه فاميلي هيستوري. تاني نقطة الديسكرياتوريك هتاخد باثولوجي، الديزيز ده مش هتشخصه غير بالهيستوباثولوجي كمان، يعني لازم تعمل التلات حاجات مع بعض، تسأل على الفاميلي هيستوري، تلاقي الكوميدونز ديت اللي باينه قدامكم اللي بتهيل ببوك لايك سكارينج. تالت نقطة الهيستوباثولوجي في ديسكاتوزيس. الديزيز ده برغم ان هو فاميليال ما بيطلعش عند البيرث، لا بيطلع ايرلي اونست لايف بعد البيوبرتي، وهو اوتوزومال دوميننت. تمام. بيبقى فيه الكوميدونز تبقى لونها دارك جدا سودة زي ما انتم شايفين، وبتبقى موجودة على الفيس والترانك والإكستريميتيز، وتيجي بعد البيوبرتي في الأدولسنت ايج زي الأكني كده بعد البيوبرتي، وبتبقى أسيمتوماتيك. تمام. ممكن لايبل إن يحصل لها انفلاميشن زي الأكني ما بيحصل له انفلاميشن. طيب هنا أنا عايزة أفرق الحالة ديت عن الأكني، قلتلكوا حتة الفاميلي هيستوري وحتة الباثولوجي اللي هو الديسكرياتوزيس. تمام. طيب عايزه افرقوا ايه عن ايه كمان؟ عن النيفاس كوميدونيكاس. نيفاس كوميدونيكاس، النيفاس كوميدونيكاس بتبقى عباره عن كلوزلي سيت كوميدونز موجوده يونيلاترال في موزايك ديستريبيوشن، في موزايك ديستريبيوشن، لكن ده ديسكريت ديسكريت وديفيوس كده في البادي كله، مش جروبد ويزن اباتش او حاجه، لا ده ولا لاين، لا دي ديسكريت. يعني ايه ديسكريت؟ يعني متنطوره كده في الجسم وبتبقى ديفيوز وجنرالايز، ده غير ان الهيستوباثولوجي هتلاقوا فيه الديسكريتوزيس. طيب وايه الديفرنشال دايجنوزيس كمان لحاله زي ديت؟
مش شبه الدايير ديزيز، الدايير ديزيز، بس احنا قلنا الكلو للدايير ديزيز هو النيل تشينجز. طيب في نوع كمان سب تايب من الدايير، بما ان انا بتكلم في الفوليكولار ديس اوردرز له علاقه وطيده جدا بالفوليكولار ديس اوردرز، الكوميدونال دايير. في فاريانت من الدايير ديزيز اسمه كوميدونال دايير، وكانت في حاله عندنا جت وكان يعني قدمناها قبل كده في مؤتمر اللي هي الكوميدونال دايير ديت. يبقى الدايير ومعاه لارج كوميدونز ونوديولز، كوميدونال اكني يعني. الكوميدونال اكني لما بناخد البايوبسي بتاعها بنلاقي كل الفايندنجز بتاعت الدايير اللي هي ايه، السوبرا بيزال اكانسوليسيس والفوليكولار جريزي، والسوبرا بيزال اكانسوليسيس والفيلاي، تمام، والديسكاتوسيس. طيب دي نفس الحاله بس بوريكوا اكتر البوك لايك سكارنج. يعني ايه بوك لايك؟ السمول بوكس كان بيهيل زمان ببوك لايك سكار. عارفين ايه في الجلديه كمان بوك لايك سكار؟ في مرض كده حاجه في جينو ديرماتوزيس بيهيل ببوك لايك سكارز، الليبويد بروتينوزس، الليبويد بروتينوزس. طيب ده حاجه اسمها مالتيبل ماينيوت ديجيتيت هايبركيراتوزس، بيبقى فيه فوليكولار سبايني بابيولز، فوليكولار هنا بقى غلطه بقى، المرض ده بيبقى نون فوليكولار. احنا لما نشوف حاله زي ديت ممكن نتلخبط نفتكرها فوليكولار، لا الديزيز ده نون فوليكولار، نون فوليكولار. ولما باخد البايوبسي بلاقي الباثولوجيكال بروسيس نوت انفولفينج الهير فوليكلز. يعني انا لو انا عيني خدعتني وافتكرت المرض ده فوليكولار، الباثولوجي هيبقى فيه تمام. انتوا سامعيني كويس؟ انتوا سامعيني كويس؟ تمام. طيب يبقى المالتيبل ماينيو ديجيتيت هايبر كيراتوزيس ما يخدعكش ابدا ان هو فوليكولار، هو نون فوليكولار سبايني فوليكولار بابيولز. امال ايه الديزيز ده؟ ده بقى فوليكولار ديس اوردر بيسموه دريف. ايه دريف ده؟ ديسيمينيت اند ريكيرنت انفانديبولو فوليكولايتس، ديسيمينيت اند ريكيرنت انفانديبولو فوليكولايتس. بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى فيه وايد سبريد اتشي فوليكولار بابيولز، بس مش شرط اتشي، هي وايد سبريد فوليكولار بابيولز. في ساين مهمة جدا بيعملها، بيبقى عامل زي الجلد بتاع الوزة، جوز بامب سكين لايك، جوز بامب سكين لايك. يبقى وايد سبريد فوليكولار بابيولز على الترونك وعلى النك وعلى الارمز، بيجي في حد يونج ميل وهيلثي وبيبقى غالبا دارك سكين، دايما شايفين الدارك سكين ده. العلاج بتاعه صعب، يعني ممكن ندي توبيكال وانتراليجينال وسيستميك ستيرويدز وانتي بايوتكس، لكن هم في ريبورتس ان هو امبروفد مع الايزوتيتينوين ومع البوفا، ايزوتيتينوين والبوفا، تمام. طيب ده حاجه اسمها فوليكولار كرياتوزيس اوف ذا تشين، سببها ايه؟ سببها حد هو قاعد بيذاكر سند على ايده، على سند بالشن على ايده، تمام. فدي نتيجه للبريشر، نتيجه للبريشر بتاع الشن على الايد او على الديسك، هي دي بتاعت حد بيذاكر وبيدح يعني. فبيطلع له الديزيز ده الفوليكولار كيراتوزيس اوف ذا تشين، جروب دو فوليكولار بابيولز على التشين. طيب هي هنا الصورة مش واضحة، بس دي يعني دي من على النت. أنا عايزة بس أعرفكم نقطة هنا مهمة، أنا عايزة أقول لكم إن من ضمن الحاجات اللي لازم اكسكلود لما تلاقي سبايني فوليكولار بابيولز موجودة على الفيس، إنك اكسكلود underlying multiple myeloma. الفوليكولار كيراتوتيك سبيكيولز اوف ذا تشيكس تبقى associated with multiple myeloma.
البابيول دي نفسها بتبقى كونتيننج يعني محتوي على البايا بروتين. فهي الهدف من الحاله ديت ان احنا نعرف ايه هي الديزيزز اللي ممكن تبقى اسوشيتد مع فوليكولار سبايني بابيول. انا قلت لكم المره اللي فاتت ترايكو ديسبليزيا سباينولوزا، اللي هي بتيجي في الاميونو سبريست، بتيجي في الليكولار سبايني بابيولز على النوز وممكن على الفيس كله، وبتعمل الوبيشيا في الاي براو، وبتبقى اسوشيتد مع اميونو سبريشن مع بيشنت رينال اورجان ترانسبلانت غالبا، وبتبقى سببها فيروس البوليوما فيروس. لو لقيت سبايني فوليكولار بابيولز على الفيس برضو اكسكلود بقى المالتيبل مايلوما. تمام، طيب دي برضو سبايني فوليكولار هايبر كيراتوزيس. الهيستوري مهم جدا، ده بيشنت طبعا الكلام ده مش عندنا، اللي كان بيستقبل السورافينيب. السورافينيب ده مالتي كاينيز انهبيتور، بيستخدم في علاج الميتاستاتيك رينال كارسينوما والهيباتو كارسينوما. فده من ضمن الاعراض بتاعته، السايد افكتس بتاعته، ان هو ممكن يعمل فوليكولار سبايني بابيولز. تمام، ده سندروم بقى، ده من على النت. هنا في الوبيشيا، نون سكارينج الوبيشيا على السكالب والاي براو والاي لاش. السكين سيمز تو بي اكسيوتيك. اللي انا عايزه اساله لكم، هو الاكسيوزيس ممكن يجي في اللوكيلر؟ ممكن الاكسيوزيس يجي في اللوكيلر، ممكن يجي في اللوكيلر. في نوع اسمه او في سندروم اسمه اكسيوزيس فوليكولاز ويز الوبيشيا اند فوتوفوبيا. اكسيوزيس فوليكولاز الوبيشيا اند فوتوفوبيا، السندروم ده بيبقى موجود فيه ايه؟ بيبقى موجود فيه اكسيوزيس زي اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى فيه فوليكولار كرياتوتيك بابيولز وايد سبريد على البادي، بيكون موجود فيه فوتوفوبيا ويز الوبيشيا. بيبقى فيه الوبيشيا زي ما وريتها لكم، نون سكارينج الوبيشيا في السكالب ومعاه فوتوفوبيا. تمام، يبقى ثلاث حاجات: فوليكولار اكسيوزس، كونجينيتال مولود بيها كونجينيتال الوبيشيا اوف ذا سكالب، ثالث حاجه الفوتوفوبيا، ودي الفوليكولار كياتوتيك بابيولز في السندروم ده. يبقى ده الايفاب سندروم، الايفاب اللي هو الاكسيوزس فوليكولاريز الوبيشيا فوتوفوبيا. طيب حد يسالني بقى يقول لي انا هعالجه بايه؟ هنعالجه بالاسيتاتين او الايزوتيتينوين، بس ده مش هيحسن غير السكين بس، طيب في حاله واحده ريبورتد ان انا مديت فيتامين اي بجرعه عاليه 250 الف وحده في اليوم، حسنت الاي والسكين مانيفستيشنز. الاي اللي هي الفوتوفوبيا في الاي والسكين مانيفستيشنز. ممكن ادي في حاله زي ديت توبيكال زي ما بعالج عادي جدا الاكسيوزس، توبيكال ايموليانس وكرياتوليتكس وستيرويدز، ممكن ادي يوريا، لاكتيك اسيد، ادي حتى تريتينوين. طيب ازاي افرق الحاله ديت عن الكياتوزيس فوليكولاريس باينولوزا دي كالفينز؟ مش انا قلت لكم المره اللي فاتت في سندروم اسمه كياتوزيس فوليكولاريس باينولوزا دي كالفينز؟ اول حاجه السندروم ده بيبقى موجود فيه سكارينج الوبيشيا في اللي هي في الايه، في الكياتوزيس فوليكولاريس باينولوزا دي كالفينز. ده نون سكارينج الوبيشيا، تاني سكارينج ده نون سكارينج. طيب تاني نقطه، هناك بيكون بارشال الوبيشيا، ديت كومبليت الوبيشيا، السندروم ده كومبليت الوبيشيا. تالت نقطة، السندروم اللي هناك الالوبيشيا فيه بتطلع مثلا على سن 10 سنين، في الليت انفانسي، في الايرلي تشايلد هود. هنا كونجينيتال الالوبيشيا بتبقى كونجينيتال. تمام، رابع نقطة ان هنا هنلاقي الاكسيوزس في الليكولار بابيولز، هناك ما فيش الكلام ده. ممكن نلاقي هناك في الليكولار كرياتوتيك بابيولز بس مش هنلاقي الاكسيوتيك ليجن. ليه بقول لكم الكلام ده؟ لان السندرومين بيكون فيهم الوبيشيا في السكالب والاي براو والاي لاش، بيكون فيهم في الليكولار كرياتوتيك بابيولز بيكون فيهم فوتوفوبيا، فعشان كده الاثنين شبه بعض، فلازم نفرق الاثنين عن بعض. تمام، طيب دي بقى يعني ايه كيس ريبورت.
ده سندروم. السندروم ده بيكون موجود فيه كياتوتيك فوليكولار بابيولز زي ديت، وبيبقى فيه هايبر كياتوتيك بليكس موجودة ديسيمينيتد ممكن على الفيس والسكالب والترانك. نيل ديستروفي وليكونيكيا، في بالمو بلانتر كاتوديرما، في اويل ليكو كاتوزس. البيشنت ديت كان عندها بايلاترال سنسور نيورال هيرنج لوس ومعاها مايلد مايلد نيو فاسكولاريزيشن اوف ذا كورنيا، فيري مايلد، لكن ما كانش فيه كيراتايتس. طيب لما اقول لكم كيراتايتس اكسيوزس والزفنس سندروم، كيراتايتس يعني هلاقي كيراتايتس، اكسيوزس اللي هي الهايبر كياتوتيك بليكس والفوليكولار كياتوتيك بابيولز، دفنس هنا في دفنس برضو. طيب تمشي ماشي كيد سندروم اللي هو الكيد سندروم، بس هنا في نقطه ان هنا مفيش كيراتايتس، في مايلد نيو فاسكولاريزيشن اوف كورنيا. طب يبقى ايه ممكن يكون ايه؟ هنا انا عايزه اقول لكم ان ده فاريانت من الكيد، بس مش الكيد نفسه. بيبقى معاه الكيد، بيكون معاه recurrent infections خصوصا candidal infection عشان الاميونيتي بتكون بايظه عندهم. وفي بيبر نشر ان في كمان increase of incidence of infections ونيوبلاستيك كومبليكيشنز زي السكويموس سيل كارسينوما. عشان كده لما لقيت الالسر طالعه في البيشنت ديت انفكتد السر، كان لازم اكسكلود السكويموس سيل كارسينوما عشان في ريبورتس اوف كيسز اوف نيو بلازمز اسوشيتد وذ الكيد. طيب بعد سنتين البيشنت جت بماركت كابل ستون لايك فيروكاس بليكس اترونك، وده التينيا كابيتس مش مشكلة. طيب الهايبر كياتوتيك كابل ستون لايك بليكس ديت، دي بتاعت الهيستيكس لايك اكسيوزيس وذ ديفنس سيندروم. ليه؟ يعني ايه هيستيكس اصلا؟ هيستيكس يعني عاملة زي السباينز، عاملة زي الشوك، زي شوك الانفيد بوركوباين سباين لايك، هتلاقوها موجودة في الكتاب. يقول لك يعني ايه اكسيوزيس هيستكس؟ ده بيقول لك كولكتيف تيرم، يعني في اربع امراض بتيجي باكسيوزيس هيستكس لايك، تيجي زي السباينز او تيجي كابل ستون لايك فيروكاس بليكس. اربع امراض يعني ايه هيستكس؟ يعني ماسيف هايبر كريتوزيس بيبقى كابل ستون لايك، او يبقى بروترودنج بوركوباين لايك سباينز. يعني ايه بوركوباين؟ يعني زي شوك الانفيد الانفيد. تمام، ايه هي الاربع مرات اللي بتعمل اكسيوزيس هيستكس؟ اول حاجه ابيديرموليتك اكسيوزيس، تاني حاجه فيروكاس ابيديرمال نيفاي، تالت حاجه اكسيوزيس هيستكس كيرث ماكلان، رابع حاجه الهيد، الهيد سيندروم ده اللي هو هيستكس لايك اكسيوزيس وذ ديفنس سيندروم. ليه ما قلتش انها كد مع ان معاها معظم الحاجات دي كلها؟ معاها الهايبر كياتوتيك بليكس، الفوليكولار كياتوزيس، البالمو بلانتر كياتوديرما، الانجولا كيلايتس والليكو كياتوزيس. يعني ايه ليكو كياتوزيس؟ يعني اورال وايتش بليكس، ليكو بليكيا لايك يعني، بس بتبقى نوت بري مالجنانت، والالوبيشيا اوف ذا سكالب والاي لاشز زي ما حالتنا كان فيها، والانكريس سبتابيليتي تو فانجل انفكشنز زي ما وريتكم ان عندها تينيا كابيتس فيفاس والديفنس. هنا ليه ما قلتش بقى انها كد؟ قلت انها هيد علشان ما فيش كرياتيتس في الحالة ديت، في mild new vascularization of the cornea. تاني حاجة حتة الكابل ستون لايك فيروكاس اكسيوزيس موجودة على الترانك ديت، دي بتاعت الهيستكس لايك اكسيوزيس with stiffness syndrome. تمام؟ بدل هيد. انا خلاص خلصت، بس انا كنت عايزه اعمل لكم رابنج اب كده للموضوع علشان ما تتوهوش في الفوليكولار ديس اوردرز، فهقول لكم كلمه قصاد كل ديزيز. الفوليكولوتروبيك ام اف انا بدات بيها المره اللي فاتت،
قلت لكم 4 كلينيكال كرايتيريا. اول حاجه ان هي تبقى واخده الهيدن نيك، على عكس الكلاسيك ام اف بيبقى واخد اكتر الترونك، ده ياخد الهيدن نيك ويبقى فيه فوليكولار ليجنز، سواء الفوليكولار ليجنز ديت فوليكولار كرياتوتيك بابيولز او سباينز او كوميدولايك. تمام. تالت حاجه سيفير انتراكتابل بريوريتس، مور بريوريتك عن الكلاسيك ام اف. ورابع حاجه الالوبيشيا، سواء سيكاتريشيال او نون سيكاتريشيال. يبقى الاربع حاجات دولت مع بعض هيعملوا لي تشخيص الفوليكولوتروبيك ام اف، هيشككوني، هتاكد بالبايوبسي، كذا بايوبسي ورا بعض، ممكن برانش في الاول زي ما قلت لكم. في نقطه كده تركايه، ان انت وانت بتعمل سكويز للكوميدونز ممكن يطلع معاك ميوسين، الساين دي اسمها ميوسينويا، معناها ان في فوليكولار ميوسينوزس اسوشيتد ويز الفوليكولوتروبيك ام اف. طب هل كل حالات الفوليكولوتروبيك ام اف لازم يكون معاها فوليكولار ميوسينوزس؟ لا، 50% من الحالات بس. تمام. الفوليكولار ميوسينوزس ده لوحده مرض قائم بذاته، ده من ضمن برضه فوليكولار ديس اوردرز، ممكن يبقى برايمري بناين وممكن يكون سكندري اسوشيتد مع الفوليكولوتروبيك ام اف، او حتى ممكن يبقى اسوشيتد مع امراض ثانيه زي السيستميك لوبس. تمام. تاني حاجه اللايكن بلانو بلايز، النقطه اللي هتشككك فيها ان البابيولز الفوليكولار بابيولز سراوندد باي فايوليشيس هيم، الفايوليشيس هيو ده هو ده اللي هيشككك فيه. طيب ايه تاني؟ هتدور على لايكن السوير. فين بقى اللايكن السوير؟ اللايكن سواء في البادي، سواء في النيل، الاورال ميكوزا، ايفن الجلانس فينس لو ميل، عشان ممكن اصلا ما تلاقيش غير عنده انيلر لايكن على الجلانس فينس. تمام. طيب لو لقيت لايكن بلانوبيلاريز اكسكلود، لو لقيت اللايكن بلانوبيلاريز في فوليكولار كياتوتيك بابيولز وعلى السكالب وعامله سيكاتيشال الوبيشيا، اكزامن الاكزيلاري والبيوبيك هير، لو ابسنت يبقى جراهام ليتل سيندروم. طيب كده خلصنا النقطتين دولت. الدي ال اي، الدي ال اي الكارب بتاك ساين هي اللي هتشككك، اللي هي ايه؟ ادهانت سكيل، تشيلها تلاقي تحتها الفوليكولار كياتوتيك بلوجينج. تاني نقطه لو لقيت السايت في الكوكال باول جوه في الاير، ده سايت كاركترستيك جدا للدي ال اي. لقيت ديس بيجمنتيشن هايبو، بالذات هايبو اكتر من الهايبر بيجمنتيشن، ده هيشككك في دي ال اي. هتعمل ايه ساعتها؟ هتعمل هتاكسكلود بقى سيستميك لوبس. مهم جدا اي حاله دي ال اي ان انت تسيرش فور سيستميك لوبس. طب الدايير ديزيز، الكلول الدايجنوزز زي ما قلنا نيل تشينجز، نيل تشينجز اللي هو بيبقى فيه انجولار نوتش على الصم ولونجيتيودنال الترنيتنج وايت ويد بينز. تمام. البي ار بي، البي ار بي حته الشيتس اوف اورانج ريد ايسيما، وعلى فكره انا ما كنتش متخيله انها اورانج ريد الا لما شفت حاله بنفسي فعلا اورانج ريد ايسيما، ده لو الكالر بتاع البيشنت شويه فاتح مش في الدارك كومبليكشن بتاع المصريين. تمام. لو واحده فاتحه شويه شيتس اوف اورانج ريد ايسيما. تاني نقطه اريثروديرما وذ ايلاندز اوف نورمال سكين، حته ايلاندز اوف نورمال سكين دي مهمه. ثالث نقطة إن الفوليكولار كياتوتيك بابيول بيبقى لها إحساس عامل زي مبشرة ال الجوز الهند، مبشرة جوز الهند اسمها ناد ميك جراتر بابيولز، بلس إنك هتجمع بقية الحاجات البالمو بلانتر كياتوديرما والسكيلي سكالب. تمام. ده لو هو التيبيكال بي ار بي يعني. طيب الكياتوزيس بيلايز قلنا حتة الأنتنا ساين مع الدراينس بتاع الأتوبيك درماتيتس أو مع الإكسيوزيس فالجاس. الانتنا ساين اللي هي ايه؟ كرياتوتيك بابيول، وباين من تانجنشال كده، انا هبص من الجنب، هبص على البابيول من الجنب هلاقي فيه سباين طالعه بروتودنج، فده كرياتوس بيلاز، وبيطلع غالبا بعد البيوبرتي وبيتحسن في الصيف ويسوق في الشتاء، ودايما تلاقي كيرلد هير كده عليه. طيب ايثرو ميلانوزيس فوليكولاس فاشياي ايكولاي، من اسمها هتعرف كل حاجه، تراياد من ثلاث حاجات، ايثرو باك جراوند اوف ايريثيما، بيجمنت ميلانوزس اللي هو الميلانوزس اللي هو بيجمنتيشن، فوليكولاز يعني في كرياتوتيك فوليكولار بابيول، يبقى في كرياتوتيك فوليكولار بابيول على باك جراوند اوف اريثيما وهايبر بيجمنتيشن، فاشياي ايكولاي يعني موجود في اللاترال فيس وبيبقى باي لاترال وسيميتيكال واكستندنج داون تو ذا نيك. تمام. طيب الاتروفوديرما فيرميكوليتوم عباره عن فوليكولار كرياتوتيك بابيولز في الفيس وبتهيل ويز اتروفيك سكارينج. الاتروفيك سكارينج ده لما يكوالس مع بعض يعمل ورم لايك اتروفي، ورم لايك اتروفي، عشان كده سموها فيرميكوليتم. طيب الاليريثيما اوفروجينز، الاليريثيما اوفروجينز
تراياد من 3 حاجات: اريثيمتس في الليكولار كيراتوديك بابيولز، تاني حاجة طلع على اللاترال اوتر وان سيرد اللي هو الاوتر وان سيرد اوف ذا اي براو، تالت حاجة عاملة سيكاتريشيا الالوبيشيا في اللاترال وان سيرد اوف ذا اي براو. تمام، ده الاليريثيما اوف روجينز. طيب الفوليكولايتس دي كالفانز بتبقى عبارة عن سيكاتريشيا الالوبيشيا في السكال، على المارجن بتاعها بيبقى فيه فوليكولار باسيولز، وممكن تلاقي تافتس اوف هيرز. تافتس اوف هير اللي بيسموها بالديرموسكوب، بيشوفوا التافتس اوف هير بيشوفوها بالديرموسكوب، بيسموها بوليتريكيا. بوليتريكيا يعني كذا هير طالع من نفس من سنجل فوليكل. تمام، من سنجل فوليكولار اوبننج. طيب الكرياتوزيس فوليكولاري سباينولوزا دي كالفانز، ايه النقط اللي هتقول لك انها كده؟ ان في سيكاتيشا الالوبيشيا في السكالب اي براو اي لاش، وفي فوليكولار كرياتوديك بابيول، وفي ايه، في فوتوفوبيا، وبيبقى ولد لانه اكس لينكد ريسيسيف. تمام، فوتوفوبيا ويطلع في يونج ايج، مش عند البيرث، في يونج ايج. طيب البلاجرا قلنا 3 دي وحتى 5 دي كمان، 3 دي ايه اللي هو ايه؟ ديرماتايتس ديمنشيا، ديرماتايتس دايريا ديمنشيا. حته الداسكي ريد براون اريثيماتس سكيلي باتشز دي مهمه جدا، اللي بتطلع في السان اكسبوز، لوكالايز على السان اكسبوز سايتس، وتعمل هنا حاجه اسمها كاسالز نيكليس، كاسالز نيكليس. طيب الديسيبيشيا قلنا الديسيبيشيا بتطلع هنا بالذات على النوز، بتبقى عباره عن انسبيسيتد سيبم. يعني ايه انسبيسيتد؟ يعني محشور. انت لو شفتها هتلاقي ايه ده؟ ده في سيبم، البيشنت ده عنده سيبم، هتعرف تشخصها بسهوله جدا، بتبان كفوليكولار بابيولز اون ذا نوز. طيب ايه كمان؟ الساركويدوزس، الساركويدوزس ده دايجنوزس اوف اكسكلوجن، غالبا هتلاقي معاه اذر ليجنز اوف ساركويدوزس غير البابيولز ديت اللي بتبقى فوليكولار، ممكن تلاقي بليكس، ممكن تلاقي اذر فورمز، لوباس بيرنيو مثلا. طيب البايوبسي هنا هتلاقي نون كازيتين جرانيلوما، ده هيشككك بقى، ابدا اعمل انجيوتنسين كونفرتنج انزيم، اعمل السي بي سي، اعمل السيرم كالسيوم الاي اس ار، اعمل تشيست اكس راي. تمام، اعمل الورك اب بتاع السايكويدوزيس اللي انت هتعمله. طيب الفوليكولار اكزيما مهمه جدا، هيستوري، هيستوري اوف كونتاكت، هيستوري اوف كونتاكت. ممكن باتش تيست برضو في الهيستوباثولوجي، يعني لاقي سبونجيوزيس في الهير فوليكل. طيب الترايكوستاسيس سباينولوزا قلنا هي بتبقى عباره عن اتنشن للفيلاس هير بالذات على النوز، دي هنشخصها ازاي؟ احنا هنشوف الهير مش شرط بعدسه مكبره او بالدرموسكوب، لو قربت من بيشنت هتلاقي ان الكوميدولايت ليجن دي مش ده، دي فيلاس هير. تمام، تيجي اكتر على النوز واكتر في الاولد ايج، لها اتيبيكال بريزنتيشن، لها اتيبيكال بريزنتيشن، ممكن تيجي في يونج ايج، ممكن تيجي في الترانك، ممكن تيجي انتر سكابيلر. تمام، طيب الترايكو ديسبليزيا سباينولوزا قلت لكم انها عباره عن سبايني في الليكولار بابيولز، تيجي اكتر على النوز، ممكن نيزو ليبيال سايت، ممكن بقيه الفيس، لو جت هنا على الاي براو هتعمل سيكاتريشيا الالوبيشيا، بتبقى ماركلي ديسفيجرنج. البيشنت ده هعرف ازاي؟ بالهيستوري والهيستوباثولوجي. هيستوري واحد عامل هنا الاورجان ترانسبلانت او طبيعي عادي، كانوا زمان بيفتكروا ان البيشنت دولت بيجي لهم الديزيز ده عشان السايكلوسبورين، ان هو سايكلوسبورين انديوست، لكن اكتشفوا ان هو بوليوما فيروس، ترايكو ديسبليزيا سباينولوزا اسوشيتد بوليوما فيروس. طب في مرض تاني في الجلديه البوليوما فيروس بيسببه، هو تيومر، الميركل سيل كارسينوما. الميركل سيل كارسينوما ممكن البوليوما فيروس يعمل ميركل سيل كارسينوما. تمام، هو اصلا من ضمن الباثوجينيتك يعني كوزس بتاعت الميركل سيل كارسينوما البوليوما فيروس. تمام، طيب ما نخرجش بره موضوعنا برضو. طيب ندخل بقى الفوليكولار بوروكريتوزس. الفوليكولار بوروكريتوزس هي ليجن شبه البوروكريتوزس، لو شفتها لوحدها من غير الفوليكولار كرياتوتيك بابيولز وزن البوروكريتوزس هتعرف انها بوروكريتوزس. انيولار ليجن وسلايتلي ريزد بوردر والفرو مش باين كلينيكالي قوي، لانها بتبقى سلايتلي ريزد وسمول ليجنز موجوده على سان اكسبوزد، وبيبقى فيها فوليكولار كرياتوتيك بابيول. هنا الهيستوباثولوجي هيبقى دايجنوستيك، اللي هو الكورونويد لاميلي اللي موجوده اللي انت هتاخده بايوبسي من البوردر بتاع الليجن، من البوردر بتاع الليجن. تمام، طيب الفوليكولار بتريز فيرتيكولر قلنا حته انك تعمل ستريتشنج للليجن ده هتلاقي
بيبان الفاين براني سكيل بتاعت البتريز فيرتيكولر، هتلاقيها في سايز بتاعت البتريز فيرتيكولر، وخصوصا هنا الفوليكولار تايب بيطلع على الاكستريميتيز البروكسيمال اكستريميتيز. هنا الوودز لايت يلو فلوريسنس. طيب النيفاس كوميدونيكاس بتبقى جروبد كوميدولايت ليجنز ايرلي اونست اوف لايف ولينير او موزايك ديستريبيوشن، موزايك ديستريبيوشن او لينير ديستريبيوشن. طيب الفاميليال ديسكريتوريك كوميدونز دي بتبقى ديسكريت على عكس النيفاس كوميدونيكاس، وبتيجي في يونج ايج بس بعد البيوبرتي، دايما بعد البيوبرتي. وقلنا من اسمها فاميليال ديسكريتوريك كوميدونز، فاميليال يعني في فاميلي هيستوري، ديسكريتوريك يعني في الهيستوباثولوجي في ديسكريتوزس، كوميدونز يعني كلينيكالي هلاقي كوميدولايك ليجن بتيل ويز بوك لايك سكارز، بوك لايك سكارز. طيب ديسيمينيت اند ريكيرنت انفانديبولو فليكولايتس، بالمناسبه الاسم ده غلط لان هي مش ريكيرنت، ده هي بيرزيستنت، نادر جدا لما تبقى ريكيرنت، ده هي بيرزيستنت، فعشان كده في ناس اقترحوا ان هم يسموها ديسيمينيت اند بيرزيستنت انفانديبول فليكولايتس. ده اللي قلت لكم عليه انه بيبقى الجلد عامل زي جوز بامب لايك، زي جلد الوز، تمام. ده بيبقى عباره عن وايد سبريد فوليكولار كرياتوتيك بابيولز على الترانك وطالعه في دارك بيرسون. طيب الاكني كونجلوباتا قلنا حته الدبل او مالتيبل بورد كوميدونز هي دي اللي بتشخصها لي، بتبقى موجوده على الفيس او الترانك في يونج ميل. طيب الهيدرادينايتس سابيوراتيفا بتبقى واخده السايتس اوف الابوكراين اللي هي الاجزيلا او انوجينيتال او ايريلا. طيب هنا بقى النقطه اللي عايزه اقولها لكم، ان الهيدرادينايتس سابيوراتيفا زي الاكني كونجلوباتا هو فوليكولار اكلوجن، فوليكولار اكلوجن ديزيز، تمام. يعني معنى كده ان الدبل بورد كوميدونز برضو هي اللي هتشخص لي الهيدرادينايتس سابيوراتيفا، لكن السايت هو اللي هيفرق لي ما بين الاكني كونجلوباتا والهيدرادينايتس سابيوراتيفا. طيب الاكني فورم ايربشن قلنا سادن اونست، دي مهمه، هيستوري اوف ذا دراج سادن اونست، مونومورفيك ليجن بتبقى انفلاماتوري بابيولز وباستيولز ونو كوميدونز، نو كوميدونز. طب النيونيتال اكني هي بتيجي في النيونيت، وايت كوميدونز بتيجي في النيونيت، فهي النيونيتال اكني. الحته النقطه بس اللي كنت عايزه اقول لكم عليها ان هي سببها ملاسيزيا، ملاسيزيا ييست. الليت اونست اكني في ميل بعد سن ال 25 وبعد ال 35 كمان، بتيجي في اللور ثيرد اوف ذا فيس، تمام. طيب الاكني كولويداليس نيوكي انفليمد بابيولز ونوديولز باك اوف ذا نيك، الباك اوف ذا نيك السايت هنا مهم جدا، تمام. وبتهيل وذ سكارينج هايبرتروفيك سكارينج تايب، تمام. طيب الفافرا كوشو سيندروم قلنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن السولار الاستوزيس اللي هو بيبقى فيه هنا بالذات بيبقى لاترال تو ذا اي، مكان الفافرا كوشو سيندروم بيبقى فيه يلوش هيو وديب فاروز وتجاعيد جامده ورينكلز، ده السولار الاستوزيس. معايا مالتيبل كوميدونز، ممكن يبقى معايا نوديولز وسيس، تمام. ده الفافرا كوشو. اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه على خير. السلام عليكم.